روسيا تقصف أوكرانيا ب70 سلاحا هجوميا في ليلة واحدة. انتهاء مهلة إيكواس لانقلابيين نيجر. وماسك يعد المتضررين من النشر على إكس بالتعويض. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. نبدأ من الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني تعرض بلاده لعدة موجات من القصف الروسي باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي في ليلة واحدة. الدفاع الجوي الأوكراني قال إنه دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المسيرة الروسية وعددها 27، فيما لم يتضح ما حدث لصواريخ كروز العشرة التي لم يتم إسقاطها. يأتي ذلك في وقت أعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت مسيرة في أجواء العاصمة الروسية في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة بالمسيرات. بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث، انتهت المهلة التي وجهتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس للانقلابيين في النيجر، حيث أكدت المجموعة استعدادها للتدخل العسكري الذي عبرت باريس عن دعمها المطلق له. وفي تلك الأثناء يسود هدوء حذر في العاصمة نيامي بالتزامن مع انتهاء مهلة الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم والعودة للنظام الدستوري التي حددته منظمة إيكواس. ومن جانبه أيضا طلب المجلس العسكري الانقلابي في النيجر المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل، في وقت تدرس المجموعة طلب التدخل. من دون سقف محدد، يعتزم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس تعويض من تعرضوا لمعاملة غير عادلة من جانب أرباب أعمالهم، وذلك بسبب النشر أو إبداء الإعجاب بمنشورات على المنصة التي كانت تحمل اسم تويتر لسنوات طويلة. ماسك كتب على المنصة موجها حديثه للمستخدمين أنه إذا عملتم بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة فسنقوم بتمويل فواتيركم القانونية، موضحا أنه لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف. لسبب لا يخطر على البال، تسوية قانونية ب4 ملايين دولار مقابل التنازل عن دعوى قضائية أقامتها عائلة سجين أمريكي ضد مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. العائلة قالت أن ابنها ليتشن تومسون توفي داخل زنزانته في السجن لأن بق الفراش أكله حياً. تومسون كانت توفي في 12 من سبتمبر من عام 2022 عن عمر يناهز 35 عاماً بعد 3 أشهر قضاها في سجن المقاطعة عانى خلالها من ظروف قاسية تمثلت بوجود الحشرات وبق الفراش، فيما أعلن محامي العائلة وصول الأسرة لاتفاق تسوية ووضع نهاية للقضية. نختم بهذا الخبر الحزين من المغرب، حيث أودى حادث سير بحياة 24 شخصا في إقليم أزيلال وسط البلاد بحسب ما أفادت السلطات المحلية، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجل في المغرب لحوادث السير. سلطات الإقليم أوضحت أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على إحدى المنعرجات، ما تسبب بمقتل 22 من الركاب على الفور واثنين في المستشفى، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة.